نعذر من يمضي للإحسان، نغرس فكرة تثمر بالآمال، نشعل شمعة تبرز وجه الكون، نخطو خطوات نحو الإنسان، ننمي أفكارا وعقلا نوارا ليسمو آفاقا في كل مكان، تصب عزائمنا مطرا نحو الإنسان، نحو الإنسان. مسار جديد أعزائنا المشاهدين، ونقطة تحول جديد سنخوضها وإياكم في هذه الحلقة اليوم، لنتعرف على فن الإدارة العامة وكيف لشاب في مقتبل العمر أن يكون إداريا بامتياز وأن يقود إحدى أكبر الشركات في حضرموت. ولكن قبل أن نتعرف على ضيف حلقتنا لهذا اليوم، خلونا أولا نتعرف عن معلومات التخصص الذي هو فيه، فتابعونا. يعد علم الإدارة أحد العلوم الإنسانية الحديثة، وقد اهتم بالطريقة المثلى للقيام بالأعمال في المؤسسات. تعود نشأة علم الإدارة إلى الحضارات القديمة قبل الميلاد، كالحضارة السومرية التي قامت فوق منطقة الهلال الخصيب، وكانت مهمة أصحابها الإشراف والرقابة. للإدارة عدة مناهج، منها المنهج الكلاسيكي، المنهج السلوكي، المنهج الحديث، ولكل منهج منها مجموعة من المبادئ. من وظائف الإدارة التخطيط، التنظيم، التنسيق والرقابة. وللإدارة الحديثة عدة مفاهيم، منها التخطيط والتنمية والحوكمة والإدارة الاستراتيجية وغيرها. بعد أن كانت لنا وقفة حول المعلومات العامة عن هذا التخصص، سنتعرف الآن على ضيف حلقتنا لهذا اليوم، الدكتور أحمد بريان، المدير العام لمصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. زرناه في مقر عمله واطلعنا على طبيعة عمله، فتابعونا. يا مرحبا بكم مرة أخرى. يوم واحد يضعنا أمام عطاء سنوات قادمة من الجهد والبذل. الدكتور أحمد سالم بريان، المدير العام لمصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك، سيكون محور حلقتنا لهذا اليوم في العمل الإداري والتنظيمي. سنتعرف أكثر عن الدكتور أحمد سالم بريان، فخلوكم معنا. يا مرحبا دكتور، كيف امورك؟ طيب. في البدايه دكتور، لو تعطي الساده المشاهدين نبذه خفيفه او قصيره عن الدكتور احمد. الدكتور احمد سالم بريان، من مواليد محافظه حضرموت، مديريه دوعن، قريه قرن ماجد، مواليد 1983. طبعا دوعن في الفتره الماضيه كان لا يوجد تعليم أو التعليم متدني، فاضطرينا ننتقل إلى مدينة المكلا من أجل استكمال تعليمنا الثانوي والجامعي. فالتحقنا بجامعة الأحقاف في عام 2003، وتخرجنا من جامعة الأحقاف بكالوريوس محاسبة 2007. دكتور، مرحلة أو رحلة البحث عن درجة البكالوريوس مرت بمراحل عديدة، من درجة البكالوريوس إلى الدكتوراه. لو تعطي السادة المشاهدين عن هذه الرحلة وكيف خذت غمارها. طبعا رحلة كفاح كبيرة امتدت أكثر من 14 سنة. تخرجنا من جامعة الأحقاف 2007، بعدها اضطريت إلى السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء من أجل العمل، وفعلا اشتغلت في مركز التجاري للسيارات المحركات تويوتا، ومن ثم انطلقت إلى الهند لاستكمال درجة الماجستير من جنوب الهند، جامعة ميسور.
في عام 2011 تحصلت على درجة الماجستير من جامعة ميسور في الإدارة المالية، ومن ثم عدت الرحال إلى بلادي اليمن مدينة عدن، والتحقت في مجموعة شركات أيسكو منذ عام 2012. كانت في فرصة كبيرة أني أحضر الدكتوراه أثناء تواجدي في مدينة عدن في جامعة عدن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبدأت رحلة دراسة الدكتوراه منذ عام 2013 وتخرجت عام 2021. هذه رحلة يعني فيها كثير من الكفاح وكثير من الحب للاطلاع والمعرفة. أكيد هنالك صعوبات واجهتك. طبعا الظروف التي تعانيها البلاد في السابق ونعانيها الآن ظروف صعبة جدا، والأمل ضعيف، ولكن في الطموح لا يوجد يعني أي مستحيل. فرحلة الحصول على الدكتوراه تقريبا 8 سنوات تخللها وجود حرب ووجود نزاعات، مما اضطريت أني أسافر خارج اليمن للتدريب يعني تدريب وصقل مهاراتي وخبراتي. ذهبت إلى ماليزيا ثم إلى الأردن وبعدها إلى مصر. أكيد الابتعاث الخارجي يعني يساعد في تنمية قدرات الشخص. كيف ساعدك الابتعاث الخارجي في صقل مواهب دكتور أحمد؟ نعم، الابتعاث الخارجي يبعث في النفوس الأمل ويبعث في الطموح والمهارات الجديدة، التعرف على الخبرات وحضارات المستقبل خصوصا في الدول المتطورة والدول التي تخططنا بخطوات كثير في مجال التكنولوجيا والصناعة. ففي كنت 2016 أحضر شهادة الزمالة للمحاسبين الإداريين تبع الشركة العربية للحديد والصلب. في الفترة نفسها كانت في فرصة أني أحضر برنامج تدريبي عبارة عن الرياديين الذي يخص مبادرة الشباب بقيادة الشاب الصديق نبهان بن نبهان، والذي يندرج تحت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية في العاصمة الأردنية عمان. خلال مدة تقريبا 30 يوما تعرفنا على الكثير من الشباب والشابات من أبناء حضرموت من أجل برنامجهم وصقل مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال. هل كان يعتبر هذا البرنامج نقلة في حياة الدكتور أحمد؟ بالفعل كانت هناك تجارب كبيرة وخبرات تعلمناها من الخبراء الأردنيون. نعم. ومن زملائنا برضو، فكان في لها أثر كبير في النفس وفي التفكير وفي المهارات التي صقلناها مع بعض. نعم. فكانت تجربة ممتازة، وكانت فترة بالنسبة لي شخصيا تعرفت عليها كثير من الشباب الذين عندهم طموح وعندهم رغبة في تحسين وضع بلادهم وتحسين وضع منطقتهم المعيشية. فتعرفنا على الكثير منهم، والحمد لله توفيق من الله عز وجل اكتسبنا المهارات والخبرات الجديدة في صناعة التكنولوجيا. دكتور أحمد، اليوم نحن في مصنع الوطنية لتعليم الأسماء، سنتحدث عن مراحل الإنشاء والتكوين وأيضا جلب المعدات، ولكن سنكون ويا السادة المشاهدين في مرحلة. مرحبا وسهلا فيكم، تفضل. مرحبا بالسادة المشاهدين مرة أخرى. طبعا الآن نحن في مرحلة الإنتاج بمصنع الوطنية لتعليب الأسماك. لازلنا في سياق الحديث مع الدكتور أحمد حول المصنع. دكتور أحمد، يعني وأنتم نقول
لربما مخاطرة أن تجلبوا مثل هذه المعدات وفي ظل وضع اقتصادي تعيشه البلاد؟ يعني ما درجة الخطورة هذه وكيف قدمتم يعني على هذا الشيء؟ حقيقة الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي والوضع السياسي تمر به بلادنا خطير للغاية، ولكن حب الوطن الذي في نفس المالك ورغبته في تقديم حاجة لمجتمعه ولمجتمعه الذي يعيش هذه الظروف الصعبة دفعه للاستثمار والمضي قدما في هذا المشروع القومي الذي أسميه مشروع قومي، مشروع أهل اليمن كامل. هذا المشروع يعني يمثل من اللبنة الأساسية للمشاريع المستقبلية لمصنع وطني لتعليب وتغليف الأسماك. فقد خطينا خطوة كبيرة وجبارة في شراء هذه المعدات من أوروبا، ما يحف هذه من مخاطر كبيرة في جذب الخبراء الأجانب من تركيبات وتشغيل تجريبي، لكن بجهودنا وجهود السلطة المحلية ودعمهم اللامحدود لنا وتكاتف المجتمع المحيط بنا تغلبنا على كثير من المشاكل. فهي عبارة عن رحلة طويلة مدتها 3 سنوات تكللت بالنجاح في التشغيل التجريبي في شهر أكتوبر. توفيق من الله عز وجل اكتملت وبدأت تكتمل الآن المصنع كامل نقول. نعم، مصانع الوطنية لتغليب وتغليف الأسماك نسبة الإنجاز فيها 99%. نحن على مطلع العام القادم سوف ندشن تشغيل رسمي للمصنع بإذن الله والافتتاح الرسمي للمصنع. هل المصنع فقط يعني يحتوي على تغليف الأسماك فقط يعني التونة؟ للحقيقة المصنع عبارة عن مجمع صناعي متنوع، يبدأ من تعليب الأسماك وطحن مخلفاتها وتغليف الأسماك بالإضافة إلى مصنع ثلج. هل هذه العملية يعني مترابطة مع بعضها البعض؟ نعم، العملية مترابطة ومتكاملة. ففي تنوع في المصنع وتكامل بحيث أن مخلفات التعليب لا ترمى لتضر البيئة، إنما تحول إلى مصنع الطحن من أجل الاستفادة منها في إنتاج الأعلاف والاستزراع السمكي وإنتاج الأوميغا 3 التي تستخدم في الأدوية والمكملات الغذائية. بالنسبة للثلاجة المركزية تقدر 4200 طن، فهي أكبر ثلاجة في المنطقة الموجودة في مجال حفظ الأسماك وتغليفها. بالنسبة للبيئة المحيطة للمصنع، هل ستتضرر من هذا المصنع؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا. المصنع أنشأ صديق للبيئة وصديق للمجتمع الذي حوله، فقد استخدمنا تكنولوجيا جديدة في من البايوفلتر والتصريف الصحي، فاهتمينا بالمجتمع اللي حولينا وتخفيف الأضرار ومنعها، منع حصول الأضرار من روائح وإزعاج. ففي الإدارة العليا والملاك أعطوا أهمية عليا للمجتمع المحيط بنا. كيف كانت هذه العملية يعني؟ من إيش تكون؟ العملية منع الروائح استخدمنا الفلتر الحيوي يسمونه بايوفلتر لمنع انبعاث الروائح الكريهة التي سوف تضر المجتمع حوالين المصنع. لهذا خبراء من تايلاند وخبراء محليين أشرفوا على العملية هذه والتي تكلت بنجاح. دكتور، بالحديث عن الطاقة أو الأيادي العاملة في المصنع، كم قدرة الاستيعاب للمصنع؟ طبعا مجمع الوطنية اللي مجمع الأربع المصانع هذا يستوعب في المرحلة الأولى 350 موظف وموظفة، فهذا يعتبر ركيزة مهمة للمهندسين والفنيين الباحثين على فرص عمل في مصانع عملاقة زي مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك. فالمصنع يستوعب الكثير والكثير من العاملين والعاملات والفنيين برضه. فالشخص الذي عنده مهارات وسكيلز ومعرفة وخبرات، المصنع يعتبر مكان تجمع لهم لمشاركة معارفهم وخبراتهم بينهم لبين والاستفادة من الخبرات المحلية. وكذلك استفدنا برضه في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية عن طريق الخبراء الأجانب الذين وصلوا إلى حضرموت الشحر لتركيب المصانع هذه وتشغيلها، فكان أكثر من 40 مهندس محلي من أهل المنطقة اكتسبوا خبرات كبيرة من الأسبان والتايلنديين والفلبينيين. هل كانت الكفاءة موجودة فيهم؟
ربما المحلي. ربما الكفاءة موجودة إلى حد ما، بس قليل من الشغف لدى مهندسينا. نعم. ما شاء الله وحبهم للمعرفة والتطور أضاف إضافة قوية وساهم مساهمة في أنهم يكتسبون خبرات ومهارات في وقت قصير جدا. نعم. كيف كانت مساهمة الخبراء الأجانب؟ خبراء الأجانب كانت مساهمتهم في تدريب الموظفين ومهندسين على التركيب المعدات هذه اللي تشوفها حواليك. نعم. وأيضا بعد مرحلة ثانية اللي تشغيل المعدات كامل هذه، فكانوا بالنسبة للفنيين والمهندسين فترة تدريب على المكاين نفسها. نعم. نسميه on job training. فهذا اكتسبوا. هل سيعمل المصنع بكل المصنع سيعمل بالطاقم المحلي فقط يعني لو بدأ التشغيل؟ نحن نطمح انه يعمل جميع المصانع تكون كوادر محلية. نعم. طبعا حضرموت غنية في مجال صناعة وتعليب الأسماك، فيوجد كثير من المصانع المحلية وتوجد كثير من الخبرات المحلية، فهذا أضاف لنا إضافة كبيرة، والاعتماد على الكوادر المحلية لما لها من خبرات وتجارب كبيرة. في كثير من الفنيين الموجودين في حضرموت تدربوا في فرنسا، فاستفدنا من الخبرات الموجودة المحلية، بالإضافة إلى مهندسين الجدد الذين يستفيدون من الخبرات الأسبان والتايلنديين، فأصبح تجمع كبير للمهندسين يعني صقل مهاراتهم والتطور وكسب المعرفة الجديدة والحديثة في مجال تكنولوجيا الأسماك. دكتور، بالنسبة للسلامة والوقاية في المصنع وأيضا فحص العينات، هل هنالك موجود مختبر متكامل؟ طبعا المصنع أنشأ بمواصفات أوروبية، فنحن يعني نطمح أنه يكون من أفضل المصانع في المنطقة العربية، وفعلا سعينا ونسعى للحصول على الشهادات الدولية في مجال سلامة الغذاء والسلامة المهنية، فنحن نعطي الجودة أهمية عليا، وأنشأنا مختبر متكامل من حيث الأجهزة ومن حيث التدريب للكوادر الموجودة، فيتم تدريبهم أونلاين عن طريق شركة هرماسة العالمية، ويوجد الكادر المحلي الذي يدير المختبر من أخذ عينات قبل الطبخ وبعد الطبخ وأثناء الحضانة. طيب، إيش رأيك نكون موجودين في المختبر؟ طبعا الآن المشاهدين الكرام نحن في المختبر الخاص بالمصنع. دكتور أحمد، ما مدى جاهزية المعدات في هذا المصنع وحدثتها؟ طبعا زي ما سبق الحديث عن الجودة وأهميتها، فقد تم إنشاء المختبر المركزي لمجموعة مصانع الوطنية بأحدث التجهيزات التي يتطلب منها نشاط المصانع الموجودة داخل المنشأة هذه، فتم تجهيزه بكافة الأدوات والمعدات بالإضافة إلى الفنيين لضمان سلامة الغذاء وضمان الجودة، بتكون بحيث أنها تكون تخرج بشكل لائق ليق بمنتج أنشأ في حضرموت. فتم إنشاء المختبر هذا بتجهيزات عالية وبكوادر محلية ذات خبرات واسعة في مجال جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة للاستعانة بالخبرات الأجنبية من شركة هرماسة العالمية
التي تسوي لنا دعم فني عبر الانترنت وعبر الستلايت. يعني هنالك دورات تجرى؟ نعم، هناك دورات تدريبية تدار كل فترة وحين لأجل اكتساب العنصر البشري في المصنع، التكنولوجيا الحديثة والتي وصل لها العالم حديثا. فنحن نواكب التغيرات والتطورات التي تحصل في مجال تقنية وتكنولوجيا الأغذية في مجال التعليم بالذات. ماذا عن التدريب في المختبر الكادر؟ التدريب أصبح عندنا ثقافة من أول ما أنشأنا المصنع هذا، فالتدريب أصبح ثقافة وأصبح تنمية. نحن ننمي الكادر البشري وندربه ونأهله ونطوره، بل بالعكس نحن تربط نحن علاقات وطيدة بالمجتمع المحلي ومراكز الأبحاث وجامعة حضرموت ومؤسسة حضرموت التنمية البشرية. فلدينا العديد والكثير من الاتفاقيات في مجال تدريب وتأهيل الطلاب الذين اكتسبوا خبرات خارج اليمن وتم تدريبهم في دول مثل مصر والهند. المصنع يستوعب هذه الخبرات والكفاءات في مجال الأنشطة اليومية. هل سيشهد مثلاً المصنع والمختبر استيعاب هذا الكم الهائل من الخبرات وتدريبهم الشباب مستقبلاً؟ طبعاً مجموعة المصانع سوف تخلق فرص عمل كبيرة ومتنوعة في المجال الفني، في مجال الهندسي والصناعي. فالكثير والكثير استوعبنا من هذه المخرجات مؤسسة حضرموت التنمية البشرية، استوعبنا الكثير منهم في مصانعنا هنا وما زلنا نستوعب أيضاً. فنحن نحث الشباب على صقل مهاراتهم والاستفادة من البرامج التدريبية والابتعاث من أجل أن يعودوا لبناء وطنهم، وهنا المصانع سوف تستوعبهم بإذن الله عز وجل. يعني نقول أنه هنالك فرص موجودة على أرض الواقع. طبعا فرص موجودة، والفرص تكون أكثر عندما تكون عندك مهارات أكثر وخبرات أكثر وأطول. فكلما زدت في تنمية مهاراتك كل ما زالت فرص توظيفك وعملك في المصانع المحلية أكبر. ما الذي يعني جعل الدكتور أحمد لا يبقى في الخارج بل يعود للوطن؟ إنه حنين الوطن، إنه حنين الوطن الذي عشنا وتربينا فيه. وبالإضافة لأن لابد لكل شخص أن يكون له بصمة في مجتمعه. عندما تكون قريب من مجتمعك وأهلك فيكون بصمتك كبيرة وتأثيرك يكون كبير على مجتمعك وعلى أهلك اللي حواليك. فمن المنطلق هذا عدنا إلى وطننا ومن أجل أن نساهم وندفع عجلة التنمية جميعا للنهوض بالمجتمع المحلي. نعم، ونحن في هذا البرنامج سنسلط الضوء على هذه القيادات الشابة التي ساهمت في بناء الوطن. رسالة أخيرة لربما توجهها دكتور أحمد للشباب الطموح سواء في الخارج أو في الداخل. الشباب نوصيهم أنهم يكونوا عندهم ثقة بأنفسهم. فعندما توجد الثقة ووجود هدف واضح واضح المعالم، رغم كل المعوقات الموجودة من حروب وتردي الأوضاع الاقتصادية، بس بوجود الثقة التامة والطموح والأهداف الواضحة المعالم، في النهاية سوف تصل بإذن الله إلى أهدافك وسوف تنال وتحقق أحلامك وطموحاتك. إذن بالتوفيق إن شاء الله دكتور أحمد لكم وأيضا للمصنع الوطني لتعليب الأسماك، وإن شاء الله يكون أحد المصانع الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، نقول مش اليمن يعني. بإذن الله هذا هو طموحنا، وهذه من ضمن استراتيجياتنا في الإدارة العليا أن يكون معلم من معالم اليمن. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. يعتمد النجاح على أمرين اثنين: المعلومات المتوفرة وأيضا العقل اللي يصنع القرار. ودمتم في أمان الله.